هنالك عاجل الآن رويترز تتحدث عن مسؤولين أمريكيين، هنالك ضربات أمريكية على منشآت لمسلحين مدعومين من إيران في العراق، ضربات أمريكية على منشآت لمسلحين مدعومين من إيران في العراق. للمزيد انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي شفيق عبد الجبار. شفيق، أهلا بك، ما هي التفاصيل؟ نعم، قبل قليل تم استهداف يعني فصائل تابعة للحشد الشعبي في منطقتين في العراق، الأولى في منطقة القائم أقصى غرب العراق، وتحديدا تم استهداف كتائب حزب الله التابعة للمنضوية تحت لواء الحشد الشعبي العراقي، وفيما تم الاستهداف الثاني ل منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، وهي هذه المنطقة عبارة عن معسكرات كبيرة تضم قوات وفصائل عراقية منضوية تحت لواء الحشد الشعبي. طبعا هذه المعلومات بحسب مصادر في الحشد الشعبي أكدت للتلفزيون العربي أن هنالك استهداف من قبل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقتين يعني عراقيتين تابعتين يعني او فيها مقرات تضم مقرات في الحشد الشعبي، الاولى اقصى غرب العراق وهي المنطقه المحاذيه للحدود العراقيه السوريه، وهنالك حركات نشطه للفصائل المسلحه المنضويه تحت لواء الحشد الشعبي كما اسلفت في تلك المنطقه التي تمد يعني الفصائل الاخرى التي تقاتل في سوريا، بالإضافة إلى منطقة جرف الصخرة وهي منطقة يعني تضم معسكرات كبيرة، وهنالك يعني معامل لتصنيع الأسلحة للفصائل التي تقاوم قوات التحالف. نعم، شكراً. طبعا هذه المعلومات وبحسب ما وردني قبل قليل يعني وبحسب مصادر أيضا تابعة للحشد الشعبي، هنالك مقتل 2 على الأقل في هذا الهجوم الذي نُصب قبل قليل. نعم، شفيق عبد الجبار مراسل التلفزيون العربي من بغداد، شكرا جزيلا لك.